تعاملت مع تدمير قطاع غزة اللي أقدم عليها حركة حماس الإخوانية الإيرانية أسبوعها الثالث دون أن تأبه تلك الحركة التي ينظر قادتها من فنادق وفلل إسطنبول والدوحة لهول ما اقترفوه بحق أهل غزة الذين لا ذنب لهم إلا أنهم دخلوا دائرة العنف الإخوانية منذ الانقلاب الذي قاموا به على السلطة الفلسطينية المنتخبة بال 2007، ومنذ ذاك التاريخ تحول أهالي غزة لرهائن لمغامرات حماس العسكرية. مش حأغرقكم بتاريخ حماس الإجرامي بقطاع غزة وفلسطين، اللي بدي أخبركم إياه هو شيء عملوه أصحاب الحجج الضعيفة، الذباب الإلكتروني، مرتزقة الإخوان، مرتزقة إيران، حملة مسعورة على كلمة معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة. شاهدوا الفيديو لتداولوه وركزوا كيف تناولوا موضوع حماس واجتزأوا الخطاب بما يخدم أجندتهم.